اليوم مع العزيز الحبيب ربي يحبك عيدك طيب يلا الحبيب شاعرنا الكبير عيدك طيب شرفتونا ونستونا وحياكم جودكم هاي يا بعد روحي عيدك طيب الله يحبك الله يسلمك صحة وسلامة بدر شاكر السياب شاعر عراقي مشهور في الوطن العربي أجمع. ولد بدر شاكر السياب في منطقة جيغور جنوب البصرة. خلفي تمثال بدر شاكر السياب الشاعر العربي المشهور في الوطن العربي أجمع في القرن العشرينات. طبعا بدر شاكر السياب ولد في منطقة جيغور جنوب البصرة سنة 1926. يعتبر بدر شاكر السياب أحد مؤسسي مدرسة الشعر الحر في الأدب العربي. طبعا له يعني قصائد عديدة ومن أهم أنشودة المطر. عيناك غابتا نخيل ساعة السحر أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر. عيناك حين تبسمان تورق الكروم وترقص الأضواء كالأقمار في نهر. وب 1961 بدأ صحة السياب بالتدهور ونقل إلى أوروبا لتلقى العلاج لكن دون فائدة. بعدها انتقل إلى مستشفى الأميري في الكويت وتوفى هناك بالكويت عن عمر ناهز 38 سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا العراقيين كل من طريقته يحب يرحب بالخليج. انا اليوم بقهوة على باب الله حبيت ارحب بطريقة الخاصة بالخليج والدول القادمة عنه. كفو. ونقول لهم اهلا وسهلا وحياهم الله والبصرة بصرتهم. حياكم الله. كل الهلا بهم. كفو. كفو. يا جماعة احنا على كورنيش شط العرب. كورنيش البصرة. واحد من اهم الاماكن السياحية اللي تقدرون تزورونها. طبعا مكان جدا جميل وراقي. مسار هذا الكورنيش من مصب العشار من الجهة الشمالية لشط العرب وينتهي بالمنطقة البريضعية الجنوبية. طبعا امتداده ومساحته اكثر من 3 كيلو يمتد على شط العرب. مكان جميل مكان سياحي. دائما نشوف الناس يخصدون هذا المكان. اغلب المسافرين اغلب السواح يجون بهذا المكان. مثل ما تعرفون احنا كاس الخليج وخليج 25 على الابواب فالناس تجي لهذا المكان للسياحة وتغيير جو.